السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. طبعا الدنيا برد يعني شوربه، هنعمل النهارده شوربه لذيذه انا بحبها قوي لان بحب نكهه الشوي فيها. فهنعمل مع بعض النهارده وصفات لذيذه. هنعمل كبده، وهنعمل كبده حاره طعمها حلو قوي ومشطشط، وهنعمل كيكه تفاح بالطبقه المقرمشه، وهنعمل اول حاجه مع بعض شوربه الطماطم المشويه. الوصفه بتاعتنا علشان نعملها عايزين الاتي: نص كيلو من الطماطم المشويه دي بندهنها بشويه زيت زيتون وبنحطها في الفرن، عايزين معلقتين زيت زيتون، بصله متوسطه، واحد فص ثوم مفروم، واحد فلفل احمر مشوي، اتنين معلقه صلصه، اتنين مع صلصه حمراء يعني صلصه عاديه طبعا، معلقه صغيره سكر، ورق ريحان، وكوب من الكريمه. اول حاجه وعايزين مكعب مرق، وممكن تستغنوا عنه بس انا يعني بحب ان احنا يعني بيدي طعم. اول حاجه عملناها حطينا زيت الزيتون على النار اهو، مش هخليه كتير يقعد على النار على طول، هنحط البصله. التقطيع مش مهم يا جماعه خالص لاننا كل ده هيتحط في الخلاط، فهنحط كده البصله مع زيت الزيتون، ونحط فص الثوم. عندنا بقى هنا زي ما اتفقنا الفلفل الاحمر دهناه بزيت الزيتون وشويناه، والطماطم دهناها بزيت الزيتون وشويناها في الفرن على درجه حراره 200، وبيقعد تقريبا يعني 40 دقيقه مثلا علشان خاطر يدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. طيب دلوقتي احنا زي ما اتفقنا كله متقطع زي ما انتوا عايزين، لان كل ده هيتضرب في الخلاط، فمش مهم احنا مقطعينه ازاي، هنحطه بس دلوقتي كده وبعدين نبقى نقطعه. ادي الفلفل المشوي مشوي ومتقشر طبعا، بعد ما بيطلع من الفرن بنقشره. نكهه الشوي بقى بتاعه الفلفل والطماطم بتدي نكهه حلوه قوي للشوربه بتاعتنا. ناخد كده الفلفل، نحطه مع البصله. وكذلك هنعمل في الطماطم. طبعا السكر دايما اغلب الوصفات اللي فيها طماطم يعني وصلصه وكده بتلاقوا اللي مع السكر بيبقى حلو معاها قوي، بالذات مثلا مع الحاجات اللي هي اوريدي بتحسوها مسكره، يعني مثلا البسله، مثلا البسله يعني بتلاقوا في بسله فيها نسبه سكر، فحلو كده ان احنا نحط مع الصلصه بتاعه البسله معلقه صغيره معلقه كبيره حسب الكميه من السكر. دلوقتي حطينا الفلفل المشوي، هنحط الطماطم المشويه. يعني هي وانس ان احنا شوينا الخضار هي ما بتاخدش شغل خالص على النار كتير. هنقلب الخضار بتاعنا بقى كده، الطماطم والفلفل. هنحط بقى دلوقتي السكر، معلقة سكر. هنحط الصلصة. كده ونشوف هنعوز تاني ولا لا. هنحط مكعب المرق. ملح، فلفل، خلاص. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب مية، هنحط المية على
الشوربة بتاعتنا، وهنسيبها على النار تقريبا نص ساعة. نص ساعة هنخليها على النار، وبعدين بعد النص ساعة دي هناخدها نضربها في الخلاط، وبعدين نضيف لها الريحان والكريمة، أو الريحان قبل ما نحطها على الخلاط يعني، نضيف لها آخر حاجة الكريمة. هنسيبها دلوقتي تغلي وهنطلع فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلاً وسهلاً بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الشوربة بتاعتنا جهزت، هناخدها بقى كده نحطها هنا، وهنحط لها الريحان اللي اتفقنا ان هو اخر حاجة بنحطها، خلي دول، وهنبتدي نخفقهم. بس قبل ما نحط الكريمة، ما بحبش احط الكريمة وبعدين نخفق، لان ده بيخلي الكريمة تتخفق، فمش مش مفروض. يا كده يا في الخلاط زي ما تحب. جهزت خلاص، خلاص تمام التمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنرجعها النار تاني بس شوية صغيرين، وهنحط لها كريمة برضو مش كتير، وكده تبقى الشوربة عندنا جهزت. عايزة بس غلوتين كده وشوربة لذيذة جدا جدا جهزت عندنا. خليني أدوقها لأن الصراحة شكلها بشهي. لذيذة بزيادة، بس حاطين الفلفل الحراق. الفلفل الحراق، فلفل نار. شكرا. في قرن فلفل فيهم حراق، في، بس طعمها تحفه. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض وصفتنا الثانيه للنهارده، واللي هي خلاص انا هطفي عليها. هنعمل وصفتنا الثانيه للنهارده واللي هي كبده حاره، بس دي معروف انها حاره، دي مش معروف انها حاره بس طلعت حلوه قوي وهي حراقه. علشان نعمل الكبدة بتاعتنا عايزين نص كيلو كبدة، أو طبعا حسب عدد أفراد الأسرة. عايزين بصلة كبيرة، عايزين 4 فص ثوم، 1 فلفل أخضر، 1 فلفل حار، 1 طماطم، 1 ليمونة مقطعة صغير بالقشر بتاعها، 1 معلقة كبيرة سمنة، 2 كبار كزبرة خضراء، ملح وفلفل، رشة بهارات، 3 معالق كبيرة دبس الرمان، 3 معالق كبيرة ليمون، وعايزين للوش شطة مجروشة. طيب أول حاجة هنعملها، دي كده خلصت عندنا، لسه بتغلي عشان النار سخنة. هناخد دلوقتي السمنة، طبعا ممكن زيت، سايب السمنة أكيد بيبقى طعمها للأسف ألطف كتير. الليمون انا بحب احط الليمون في الوصفه دي بقشره، بيدي كده يعني مش يعني بيدي طعم احلى كتير من لما بيكون، يعني لو قشرته وقطعته مش هيدي نفس النكهه بتاعه الليمون بقشره. يعني حتى مثلا الليموناتة لما بنيجي نعملها في الخلاط بالقشر، حتى لو صفناه بيبقى طعمها غير لما بنعمل الليموناتة بعصير الليمون. فجربوها بالليمون اللي بقشره، بس قطعوه صغير وهتشوفوا بيطلع طعمه حلو جدا، فجربوه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد البصل اللي عندنا وهنحطه اول حاجه، وانا مش مقطعه الحاجه صغير قوي، يعني شوفوا البصل متقطع نوعا ما، من يعني نوعا ما كبير، مش مقطعه صغير قوي. تقلبتين كده، وهنحط
الكبدة على طول، لازم النار تبقى عالية جدا. خلاص هحط الكبدة على طول دلوقتي، متقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط الثوم. الثوم يعني انا بفضل يبقى شرايح، يعني بحب كده نشوفه ونحس بطعمه. نفس الوصفة دي بالظبط تقدروا تعملوها مع كبدة الفراخ، برضو بتطلع طعمها حلو قوي. خلينا ناخد الشوربة بتاعتنا، نغرفها في الطبق. خلاص هنحط بقى دلوقتي التوابل اللي عندنا، وهنحط كمان الفلفل الاخضر. انا مش عايزاهم طبعا يبقوا مستويين زياده عن اللزوم، عشان كده ما بحطتهمش كلهم مره واحده، يعني ما حطيناهمش كتير قصدي. هنحط دلوقتي فلفل الحراق، طبعا ده زي ما انتوا عايزين، عايزين قد ايه تحطوا حطوا. هنحط بقى دلوقتي الملح والفلفل والبهارات، ادي الفلفل شوية صغيرين طبعا لان هي اوريدي مشطشطة، وادي الملح، وادي شوية بهارات. الروايح ابتدت تطلع. هي الصراحة متقطعة شوية مكعبات وشوية شرايح حسب سمك القطعة. طيب هي عايزة بس دقيقتين كده على النار، فخلينا نطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل تكون الكبدة بتاعتنا اتحمرت شوية، ونكمل مع بعض بقية وصفاتنا. فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا في الفاصل انا شربت الشوربة اللي فضلت لان طعمها خطير، بس نار نار. دلوقتي خلينا نكمل بسرعة الكبدة بتاعتنا ونعمل بعدين الكيكة. عندي هنا الليمون المقطع زي ما اتفقنا، هنحطه دلوقتي ليمون مقطع حتت صغيرة، بيطلع حلو قوي بقى في اللقمة، يعني كده لما نيجي نغمس وتاخدوا اللقمه كده بحتة الليمون دي بيطلع الطعم جميل جدا. هنحط القوطة، طماطم، طيب هنحط بقى دلوقتي بس كده شوية من دبس الرمان، يعني حطوا قد ما انتوا عايزين تحطوا يعني قد ايه انتوا عايزين نكهته تكون موجوده.
بس هو بيدي طعم حلو قوي. خلاص كده الوصفة بتاعتنا جهزت، عايزة بس شوية كزبرة خضراء جوه، وجهزت كده أحلى طبق تغميس. خلاص انا بس نحط شوية من الشطة المجروشة كده على الوش، شوية يعني، ونحط كام ورقة من الكزبرة الخضراء. وكده نبقى خلصنا طبق الكبدة بتاعنا. نعمل بقى دلوقتي الوصفة بتاعتنا الحلو اللي هو وصفة كيكة بطبقة مقرمشة، يطلع طعمها لذيذ قوي. والطبقة المقرمشة دي يا جماعة بتقدروا تحطوها مع اي نوع كيك انتوا عايزينه. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا عايزين الاتي: 3 كوبايات دقيق، 3 معالق صغيرة بيكنج باودر، 2 بيض فانيلا، 200 جرام زبدة، 1.5 كوب سكر، 1 كوب حليب، 1 معلقة كبيرة قرفة. بس أنا بيتهيألي دي كوبايتين دقيق مش تلاتة. أوكي طيب، ومعلقة كبيرة قرفة. الطبقة المقرمشة بقى عايزين كوباية دقيق، 100 جرام زبدة، 3/4 كوب سكر، وسكر بودرة للوش. اوكي يلا، اول حاجة هنعملها عايزين نحط الزبدة اللي عندنا 200 جرام، ولازم تكون بحرارة الغرفة، هنحطها مع السكر في العجانة، نخفقهم شوية. وهنحط البيض بعد كده، بيضة بيضة. بس نحس ان الزبدة والسكر اندمجوا مع بعض بنحط البيض. والفانيليا. طبعا معلش انا، احنا يعني يا جماعه، هو كيكه التفاح بالطبقه المقرمشه، هو في حاجه بس يعني مش مكتوبه التفاح. كيكه التفاح فلازم يبقى فيها تفاح، فمعلش احنا عايزين 3 تفاحات متقطعه مكعبات صغيره، تمام؟ بس هي نسينا نكتبها، معلش حقكم علينا. تمام كده، احنا ناقص نحط البيكنج باودر مع الدقيق، ونحط معاهم القرفة، ونخلطهم مع بعض بالمعلقة، وننزلهم بالتدريج على الخليط ده. وكده يبقى فاضل بس الحليب، واخر حاجة خالص بنحط التفاح وبنقلب بالايد. نحط بقى شوية كده من الدقيق بالراحة.
نحط الباقي. وعندنا فاضل اخر حاجة الحليب، وبعديها بنحط التفاح. الاول هنعمل الطبقة المقرمشة مع بعض عشان التفاح اخر حاجة بيتحط. نحط بقى الحليب شوية شوية كده، تمام. خلاص احنا خلصنا الخليط، وزي ما انتم شايفين برضو بيبقى نوعا ما سميك، لانه لو مش سميك لما اجي احط التفاح هينزل كله تحت في القاع، فلازم يكون شويه سميك علشان خاطر يشيل لي التفاح. خلينا دلوقتي بقى نعمل الطبقه المقرمشه. خليه الطبق ده بينفعنا. ها الطبقه المقرمشه اللي عندنا، هنحط نشيل دول، هنحط الدقيق والسكر. ده للوش والزبده، دقيق سكر وزبده، تمام. خليني البس الجلافز بس. دول عايزين نعملهم فرق 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 فرق، مفيش جلافز. فهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكون قطعنا التفاح علشان نحطه مع بعض هنا، ونشوف مع بعض ازاي هنعمل الطبقه المقرمشه بتاعتنا اللي هنحطها فوق الكيكه. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. التفاح يا بتبشروه يا بتقطعوه صغير زي ما انتم عايزين. بشرته. هناخد دلوقتي الاول نعمل الطبقه المقرمشه مع بعض. حطينا هنا الدقيق وحطينا السكر، هنحط الزبده اهي، وهنفركه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، فرك فرك كده. بالشكل ده كده. لغاية ما كل الطبقة اللي احنا بنعملها دي تبقى كلها شبه يعني مكلكعة كده، مكلكعة كلاكيع صغيرة كده اهو. حابين بقى تحطوا معاها لوز كمان، او مثلا عين جمل مجروش، برضو بيطلع طعمها لذيذ. خلاص كده تمام اهي. شايفين بالشكل ده مفرولة مفرولة. خلاص كده تمام. هناخد بقى التفاح اللي عندنا، وهناخده كده هنا، وناخد التفاح نحطه هنا بالشكل ده ونقلبه. هناخد بقى الكيكة بتاعتنا دي، هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا ساعة. نقلبها كويس. ثلاث تفاحات مبشورين. اوكي ناخدها بقى دلوقتي نحطها في الصينية. اي حاجة حابين تضيفوها للطبقة المقرمشة بتبقى حلوة، يعني لو عايزين تحطوا عين جمل، عايزين تحطوا زبيب لو بتحبوه، كل ده بيبقى طعمه حلو. نفردها. شايفين ازاي لازم تكون سميكة يا جماعة، لانها لو مش سميكة
زي ما اتفقنا مش هيمسك فيها التفاح، هينزل تحت، مش هيبقى يعني مش هيبقى متخللها كده، لا هيبقى كله متكون تحت. تمام كده. هناخد بقى الطبقة المقرمشة اللي عندنا، وهنحطها على الوش. هنحطها زي ما اتفقنا في الفرن على درجة حرارة 180، وبتقعد تقريبا ساعة. بعد ما بتخلص بيكون ده شكلها عندنا اهي. هنحط لها بس شوية سكر بودرة على الوش. وكده بتكون جهزت، وبتقدروا طبعا تغيروا نوع الفاكهة زي ما انتوا عايزين. تمام كده نبقى احنا خلصنا معاكم وصفتنا للنهاردة. عملنا لكم فيها شوربة الطماطم المشوية ومعاها فلفل، طبعا حطوا معاها فلفل حراق، هو مش مكتوب في الوصفة بس لما اتعملت بفلفل حراق الصراحة طلع طعمه لذيذ قوي، فحتة فلفل حراق كده تبقى حلوة، والكريمة بتبرد شوية منه. عملنا كمان الكبدة الحارة اللذيذة جدا، ريحتها حلوة قوي وتغميس كده بتبقى لذيذة جدا، والليمون اللي بقشره فيها بيديها طعم حلو قوي ونكهة لذيذة. وعملنا كمان كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة، برضو طعمها لذيذ قوي، وبتقدروا تغيروا التفاح بأي فاكهة تانية انتوا حابينها. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.